حزينة ويا طيبة وحنينة يا ساكنة عينينا ويا أغلى منا الماس. كم مرة سهرتي ألف مرة قصرتي ربيتي كبرتي بحب وبإخلاص. لو روحي أهديكي شي تنقليل فيكي والهم يرضيكي ما انتي أغلى الناس. أمي ستة الكل يا في الهجير لا يضل انتي العبير والفل طيبة شعور وإحساس. أمي يا أمي أمي يا أمي محتاج لدعاك عفوك ورضاك ربي لا يرعاك يا يما. الأم منارة الأسرة وركيزة المجتمع. مبادرة زين لتكريم الأم المثالية في كل ولايات السودان. الدورة الثالثة 2014. أنتم تختارون وزين تكرم في 21 من مارس لعام 2014 قاعة الصداقة عند 7 مساءً.